إن الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة دون تغيير وضعيات الجلوس هي من إحدى أهم العوامل المسببة للأضرار الصحية التي يعانيها العاملون في المكتب والذين يجلسون لفترات طويلة ومستمرة ما لا يقل عن 8 ساعات متتالية في اليوم، وخاصة أولئك الذين يجلسون بوضعيات خاطئة. وكما أن هناك عوامل أخرى مسببة لمرض المتلازمة مثل إدمان العمل المنزلي، القلق، عدم الانتظام في مواعيد الأكل والشرب والسهر وغير ذلك. مرض متلازمة العمل المكتبي هو مرض يصيب الجسم بسبب البقاء على نفس الوضعية لساعات طويلة وبشكل متكرر، فأي مهنة إذا تم الجلوس فيها بنفس الوضعية بشكل دائم ويومي فقد تؤدي بصاحبها إلى الإصابة بالمرض. فبعض الأشخاص الذين يمتهنون مهنة قيادة السيارة لساعات متواصلة مثل سيارة الأجرة أو سيارة توصيل الأغراض، فهؤلاء معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض، بالإضافة إلى من يحملون الأشياء الثقيلة أو حملها بطريقة خاطئة مع كثرة انحناء الجسم بشكل متكرر. كما أن قوة الكلية للعضلات تختلف من شخص لآخر، فالأشخاص الذين لديهم ضعف في قوة العضلات ويضطرون لاستخدامها في أعمالهم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض متلازمة العمل المكتبي بسهولة. مرض متلازمة العمل المكتبي يمكننا معرفته من خلال 3 أعراض، وهي أولا وجود ألم مزمن في الظهر إلى جانب الإحساس بالشد في عضلات الرقبة والكتف. ثانيا الإحساس بأعراض الصداع النصفي وألم الرأس المتكررة. ثالثا وجود تنميل في اليد والتهاب في الأوتار. والإصابة بمرض الأصبع الزنادي إلى جانب وجود آلام ناتجة عن شد عضلات الكتف وخاصة عند الضغط في مكان الألم، وهو ما يسمى trigger point والناتج عن استخدام المفرط لعضلات الكتف لفترة طويلة. إذا تركت هذه الأعراض دون علاج فإنها سوف تزداد حدة وقد تؤدي إلى حدوث تآكل في فقرات العمود الفقري أو ضغطها على الأعصاب. ينقسم علاج متلازمة العمل المكتبي إلى قسمين: العلاج الأولي وهو تعديل سلوكيات الجلوس أثناء العمل مع التغيير المستمر لوضعيات الجلوس بين الحين والآخر، وذلك لتجنب زيادة شدة المرض. العلاج الطبي إذ يتم في بداية العلاج بتناول الأدوية وذلك لتخفيف الألم والتهاب العضلات، مع القيام أيضا بتمارين العلاج الطبيعي لتقوية العضلات إن كانت ضعيفة. إن أعراض مرض متلازمة العمل المكتبي بحد ذاتها قد لا تتطلب في علاجها إلى التدخل الجراحي، ولكنها قد تسبب أمراض أخرى شديدة قد تحتاج إلى الجراحة لمعالجتها، لا سيما أن المصابين بمرض متلازمة العمل المكتبي قد يتعرضون إلى تآكل العظام. فعلى سبيل المثال يحدث التآكل في غضاريف العمود الفقري فيؤدي بذلك إلى الانزلاق الغضروفي حتى يتم الضغط على الأعصاب، مما يضطر المريض إلى استخدام العلاج الجراحي في نهاية الأمر. وللوقاية من الإصابة بمرض متلازمة العمل المكتبي هي الجلوس بوضعيات صحيحة أثناء العمل، تغيير وضعية الجلوس كل 40 دقيقة لارتخاء العضلات ولئلا تعمل بشدة كما ينبغي، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأطعمة الصحية المفيدة لتقوية الجسم والعضلات. ويتني، victory for life.